السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي لو موند دو صفاء الترابي. اليوم جيت عيانة من الخدمة وقلت نخرج انا ووليداتي نبدلوا الجو ونتعشاو هنايا في المالديف. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم درت لكم فيديو جديد. جيت انا والوليدات ديالي نتعشاو على برا، يعني باش نسالي نبدل شويه الروتين الملل الستريس ديال الحياه، يعني من بعد يوم طويل وشاق فعلا كان متعب ما بين لي زونكاجمون ديال الحياة وما بين الوليدات والخدمه. يعني الانسان التعليم ماشي شي حاجه اللي سهله، فالانسان فعلا الطاقه ديالته تستنزف. ايوا قلنا نخرجوا شويه نبدلوا الجو باش الانسان يقدر يفرغ ويرتاح ويقدر يزيد لقدام ويزيد يعطي مازال، لا في الخدمه ولا في مع الوليدات ولا. وفي نفس الوقت بغيت نهضر في واحد الموضوع، واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، مهم كيتعلق بالمراه الخدامه، المراه العامله. المراه العامله اللي كتضحي، هنا كاين شويه صداع يعني في الريستورون. جيت لهذا الريستورون بالضبط لانه صراحه كيعجبني، يعني زوين ونقي وماكلته زوينه، وفي نفس الوقت كيف كتشوفوا يعني زويون. المهم بغيت نهضر على المراه العادله، المراه اللي خدامه، المراه اللي كتعطي وتعطي 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 وفي الاخر ما كتاخذ والو. المراه اللي كت حياتها كامل ملي كتفيق الصباح، ملي كتفيق الصباح شنو كدير؟ كتفيق الصباح تفطر ولادها، تلبسهم، تفطرهم من المدرسه، تجي تدخل الكوزينه، تمشي للخدمه، تجي، يعني حياتها كامله ما بين الدار، كوزينه، دراري، الخدمه، نفس روتين اليومي ديما الاخر الاخر الاخر. حياتها كامله ما بين انها كيفاش ترضي ولادها وترضي راجلها وتكون دارها نقيه ومنظمه، وهي فينا هي في هادشي كامل ما كيناش. حياتها كلها لا شيء، كتعطي وتعطي وتعطي. المراه مهمشه في دارها، كلشي كيتسناها تعطي. الا ما طيبت الناس ما ياكلوش، الا ما صبنات راه الراجل هو اللي خرب قشري الاخر ما يصبنهاش، اللي ما كيتسنى داك المراه انها دير ليه كلشي، بالرغم انهم بجوجهم خدامين، بجوجهم خدامين، بجوجهم كيتعاونوا على دوير الزمان. وبالرغم من هكاك المراه هي اللي كتهز الحمل. المراه علاش المراه ديما خاصها تعطي؟ علاش المراه ديما خاصها تضحي؟ علاش المراه ديما خاصها تنازل؟ علاش كتنسى راسها؟ ما تلبس مزيان، كتلقاها حتى الحمام ما مسالياش باش تمشي ليه، باش تربي الدراري احسن تربيه ويقراو احسن قرايه. خاصها تجي، خاصها تراجع معاهم، خاصها تشوف الدار اشنو خاصها. الراجل كيمشي كيخدم ساعتين ديال المكانه وكيجي لدارو كيقول انا لا انا ضاري راسي، انا عيان، انا سكتي ولادك، انا ما ديروش معايا، انا خاصني ناكل، خاصني نرتاح، انا راني خدام. وهي المرأة اللي خدامة، ولكن شكون كيحس بيها؟ وشكون كيسول فيها؟ وشكون كيسول ديك المرأة اش خاصها ولا ما خاصهاش؟ هذيك المرأة حتى المرض ما عندهاش الحق تمرض. إلا مرضات الدراري يموتوا بالجوع، الراجل يجلس بالركنة ويتسناها هي مريضة وتكون توجد ليه ما تاكل. علاش؟ حيت حنا فعلا عايشين في مجتمع ذكوري. علاش؟ علاش هاد المرأة كتنازل وكتصبر بحقها؟ حتى كتفوت 30 و40 حتى كتلقى راسها وصلت 50 عام، بغات تلبس ما بقاش يجي عليها اللباس، بغات تخرج كتقول لك ولا هذاك الفلوس غنوفرهم راه ولادي مشاو للجامعه، كتلقى راسها صافي حياتها مشات. ملي كتجي واحد اللحظه وكتوقف كتقول ستوب بلاتي انا فين، كتلقى راسها كاع امراض الدنيا والدين جمعوا فيها، ولا فيها السكر، ولا فيها الطونسيون، ولا فيها ستريس، ولا فيها الاعصاب، ولا عندها امراض القلب وشرايين والتجاعيد وشرفات. وفعلا المراه شرفات، الراجل باقي هاه كيدير والمراه بدات فيها التجاعيد وفي الاخر يشوف على برا. علاش؟ وانت ما مغليش فراسك واش في حياتك كديره وانا باقي زوين وانا باقي صغير. غادي ينسى في لحظه ان هذيك المراه ربات ليه ولادو،
وانا ديك المره ضحات معاه وهذيك المره بنات معاه المستقبل وداروا يديهم في بعضياتهم وانا واحد النهار كان لا شيء وان هذيك المره اللي عاونات وما كيبقاش يبان له هذا الشيء كيولي كيبان له ان المره كبرات ولا كيبان الفرق كبير بينه وبينها في السن وبالتالي هو من حقه مره ثانيه بشرع عطاه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه باش نجدو معاه بشرع هذاك الشرع ديال الله سبحانه وتعالى اذا علاش هادشي كامل ايه اهتمي براسك واهتمي بدارك واهتمي بولادك ونظمي وقتك خاص واحد الوقت يكون ديالك انتي شوفي فيه راسك سيري فيه صالون دو بوتي سيري قادي راسك وصايبي دفارك ولبسي وتهلاي وتنتيا شحال علاش غتبقاي ديما ولادك احسن حاجه يلبسوها وانت الا شطبتي شي حاجه عاد تكتاي تقلبي على لي بروموسيون تقلبي على شي حاجه في الريكلام علاش علاش انت مره ما تشتلتي حتى لا ماخك علاش ديما توفريش حتى شي مره تاخذي شي حاجه زوينه وغاليه علاش بقاي ديما تفكري انا الدراري ولادي خاصهم يلبسوا بالو في المدرسه ولادي خاصهم ياكلوا مزيان ولادي خاصهم سويع ولادي خاصهم وكتحيدي من قطعي من لحمك وتعطي مشي تخدمي النهار كامل برا وتجي تخدمي النهار كامل في الدار وفي الاخر الا دويتي كتولي خايبه كتولي ما زويناش لان الراجل حنا كندويو حنا في مجتمع ذكوري مجتمع عربي الا دويتي غتولي خايبه وغتولي نكاره وغتولي ما تسويش الا قلتي الراجل ولفتي انك هاز المسؤوليه نهار غتقولي لي تعاوني في الدراري غيقول لك انت اش كديري الا قلتي خاصو دوك كنتي خدامه قديم من عندك علاش ولفتي علاش ما كتهتموش بريوسو علاش كتبقاي ديما الدار والدراري ديما الدار وانت فينك من هادشي كامل غير خاصي وقت راسك وحط لي الدراري وسيري صافي واخا مره في العام حسي بانك تنتي بنادمه انا وقعت لي يعني امور انصور انا مشيت لمين مشيت لتركيا مشيت لتركيا مشوا معايا عيالات بولادهم ورجالهم ندموهم بغات تقضى لا وعمل هادشي ما كاينش في المغرب شريت الحوايج وانت ما كتعيش من شراوك دخول شي مول ولا شي حاجه تبغي تقدا ولدها بدا يتحير وقول لها لا ماما هاد البلاصه فيها غير عيالاتي الله يديني علاش حيت ولفوها انها كتنازل ولفوها انها ما كايناش انا خاص الراجل والدراري هما الاولين عاد تجي هي من بعد اذا علاش ما تديهاش فراسك علاش ما تهتميش براسك علاش ما تقوليش لا خاصني نكون انا الاولى على حسب صحتي دخلي لا سال دو سبور راه حنا ملي كتوصلي للثلاثينات وكتطلعي صافي راه كتبداي تدخلي كيف يعتبرونا بزاف الرجال راه وصلت لواحد المرحله ديال انك لا فيرال هو باقي صغير وباقي زوين وباقي يجيب وحده هكا كدير عندها 20 عام وانتيا كوني واحد المساله اكيده منها ولادنا غاديين يكبروا وغايديروا حياتهم وغادي يخدموا وغايديروا ديورهم وغايديروا ولادهم هذاك ولدك غادي يتفضل عليك بواحد ساعة ولا ساعتين في الويكاند غادي يجي يشوفك بقية حياته غتكون ديال دارو وولادو ديك الساعة غتنفعك صحتك وغينفعك جيبك أما إلا كان ولادك في مدينة أخرى أو في دولة أخرى حسبي على مرة في العام ولا مرة في عامين أنا نيت كنبغي والديا ومتعلقة بهم حتى لواحد الدرجة ما كتصور لكن أنا عايشة في الصحراء وخدامة في الصحراء ووالديا في الجيزة تعذبوا عليا وكبروني وخدمت بفضلهم وبفضل المجهود اللي داروا باش نقرا في الاخر انا باش نفعت والديا انا عايشه في الصحراء مع راجلي ومع ولادي ولادي كنشوف والدي كنشوفهم مره في العام والديا كنشوفهم مره في العام يعني والديا نفعهم صحتهم وجيبهم اما كون عولوا عليا انا نهزهم كي غندير نفس الشيء ولادنا غادي يكبروا وغايديروا حياتهم ولكن ما ينساوش ريوسنا حنا وسط مشاغل الحياه اهتمي براسك حيت الا مرضتي ولا طحتي ما كاينش اللي غادي يهزك لا راجلك ولا حتى شي حد غادي يهزك جيبك وغادي يهزك صحتك فقط لا غير سمحوا لي الا طولت عليكم في هذا الفيديو هذا ولكن انا فعلا كندوي لانني كنشوف عندي صحاباتي بزاف خدامات اللي خدامات معايا واللي قراو معايا وخدموا في دومين اخرين وكنشوفهم جلابة باش كنشوفها كنعاود كنشوفها بها وكنشوف مالكي ولا الدراري وهادي ومعاونين على الزمان راجلها كيبان لي ديما مفركس وديما ولا حشومه راسك راه نفسك عليك حق ولنفسك عليك حق مهم نتمنى العيالات انهم فعلا يديروا بهذه النصيحه وما ينساوش ديورهم ما ينساوش انا ما كنقولش لك قصري في حقك في حقوق ولادك ولا راجلك ولا دارك ولكن ما تنسايش راسك حيت فعلا ما كاينش اللي غادي يهزك الا طحت شكرا بزاف
ونتلقى ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. شكرا.